أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024 و2025. ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.